تأخروا له تأخرنا شوف تأخرنا شوف تأخرنا شوف ولك شيء عن نظمية ولا شو عم تعملي هون بلاك عم بتفرج على التصوير شو عم تصوير بدك تزليني بلاك بدك تغطيني راسك ليش شو عملت بدك روح على البيت روح اي أملك أملك علق علق أرجيكي ومن يقترب سأجعله يندى اوكي يلا منيح خلصني اعطيني الزاويه الثانيه ما اسفين نحن ست حنان طيب حط لي الكاميرا هون شباب تعالوا ساعدوني هاي هاي تمام عجبتوا للمخرج تمام يعني انا رايح الله يعطيكم العافيه خليك هون وين رايح انت هون خليك واقف يا اخي لك اخي ليش الكاميرا خلص سيبها سيبها شو بدك منا اتركوا الكاميرا خلص يلا شباب يلا يلا جاهزين يلا جاهز ادينا خمسه والله يلا يلا اوكي يلا خمسه شو الاستاذ ما عليك توقف خمسه اربعه ثلاثه اثنين كنت واثقة بأن شعبي لن يتخلى يا جماعة لك من شان الله يا شباب عنا تصوير لك عم بيصوروا لك شو صمت بصمت انت لو واحد عزعه ترمتي مثل هدى اه عم يعبى عن بكتو بتقلوا صمم انا واحوطك عليك الوين معودة اي عم والله ما عم يعملوا شيء عم يشربوا متاه عم يشربوا متاه ولا ما بتعرف شو اخرت المتاه اللي بدها توصل لك حاجتك بقى يا مختار حاجتك بقى خلي الجماعه يعرفوا يصوروا لك ابو دهيب حط حالك مطرحي يبريني عندي لا لا منك ليش تاكل ضرب بيزر بين عيونه يلا ولا يبريني دابل يبريني دابل معنا ابو الله عليك راح تربوي هذي مكتوز لهم الله عليكم بس مرح عليك هعجوزك هتصرم تطل اللي حاويتي التوية ها هتنسيروا بغرب السخنة يلا مش الحال شباب يلا شو استاذ جاهزي؟ يلا عد عد يا يلا. يلا شباب يلا اعطينا خمسة والله عندك جاهز خمسة خمسة أربعة ثلاثة اثنين كنت واثقة بأن شعبي لن يتخلى عني أوكي شكرا لك ست حنان فرم عليك يا انسى شو يا مخلص ما وصلوا الممثلين لا والله يا استاذ لسه ما وصلوا طبعا شلون بدهم يوصلوا اذا كل واحد مشترك لي بشي 20 مسلسل بس يا استاذ هن اتصلوا قالوا الساعه 5 راح يصل 5 هيك ما عاد لحق اليوم خلص بنكمل بكره وهيك بيكون عندك فرصه لحتى تحفظ الجمله الجديده تبعك حاضر استاذ بس ما قالوا لي اياها شو هي الجمله الجمله هي ما فيها شغله بسيطه يعني تسحب ايه بدك تسحب قوس من الشعب وتقول لهم شو هي الجمله هي استاذ الشعب لكم بالمرصاد هي الجمله بسيطه يلا باي يعطيك العافيه استاذ ان شاء الله يكون اللي عجبكم اسمع المرصاد اوعك تبطها ماشي يلا شباب يعطيكم العافيه ضبوا على قد لنشوف بكره الساعه 8 كاميرا ما تمطها ولا اسعدها بحبضي اذا مطيتها لمط رقبتك واقطع لك هي اسمعني منيح هلا بتمر لعندي المسعى المخفر لحبت حفظك ياها سامع حاضر سيدي يلا سلامات الله معك يعطيكم العافيه شباب يعطيكم العافيه